أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء، فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبه ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة سبح. وعورة الرجل ما بين السرة وركبته، والمرأة تضم بعضها إلى بعض، تخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، والأمة كالرجل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.